السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل أمس النجم الجزائري رياض محرز في الموزمبيق، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن وصل أمس المنتخب الوطني الجزائري إلى الموزمبيق في رحلة خاصة من الجزائر إلى الموزمبيق ودامت أكثر من 10 ساعات، وسافر المنتخب الوطني بعد الفوز أمام منتخب الصومال ب3 أهداف لهدف واحد لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم. وتدرب الخضر أمس في أول حصة تدريبية، وهذا تحضيرا لهذه المواجهة يوم الأحد. وبعد نهاية الحصة التدريبية دخل الكثير من الأطفال من الموزمبيق، وهذا من أجل التقاطهم لصورة مع نجم وقائد الخضر رياض محرز الذي بدوره نشر هذه الصورة عبر حسابه الرسمي في انستغرام. وانتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم اسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.